ازيكم يا مواليد برج الجدي؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجدي ليوم الجمعة 23 ديسمبر كانون الأول 2022. انت بتحب الفن جدا بكل أشكاله، سواء الرسم سواء الغنى سواء الرقص سواء التلحين. انت النهاردة مش مهتم بس في اليوم ده بالأنواع اللي بتبقى عندك، لكنك هتعرف تعبر عن كتير من الاهتمامات اللي بتبقى في بيتك وفي شغلك في نفس الوقت. كل حاجة انت بتقوم بيها هتعرف تعبر عنها بشكل كويس في كل أفكارك، في كل أسلوب حياتك. حتى بالنسبة ليك النهاردة يا جدي، عاطفيا في كتير من الاندفاع هتأدي ليه عواقب غير محسوبة بالنسبة ليك، فبنصحك انك تتريث شوية، تفكر ماليا قبل ما تقوم بأي خطوة تانية ليك. بالنسبة ليك النهاردة يا جدي، مهنيا هتكون انت القائد في الشغل، خاصة في كل الدوائر الحكومية اللي عندك والمركزية اللي بتعتبر دولية. حتى لو كنت انت رجل سياسة هيبقى اليوم ده يومك. بالنسبة لك صحيا، ما تهملش صحتك، فكر فيها قبل ما تهتم بأي أمور تانية ممكن تبقى تافهة أو ممكن تبقى بتضرك بدل من انك تفيدك. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، هيدخل القمر برج الجدي وهيخلينا نعرف نقرر بداية جديدة لينا في الطاقة الجوية اللي بتبقى عندنا والمنطقية أكتر، علشان نركز على كتير من السمات اللي بتعتبر بناءة عندنا بشكل كبير. عندنا مثابرة، عندنا انضباط، عندنا حكمة، عندنا طموح مستمر هنفكر فيه ازاي ندمج كل الصفات دي بشكل ايجابي اكتر في كل حياتنا. الوقت حلو علشان نركز على كل الاهداف العملية اللي عندنا اللي هنحققها على المدى الطويل. الشغل علشان نطور النضج اكتر والحس السليم اللي بيبقى عندنا، هنستعد للمستقبل، نلتزم بمسؤولياتنا ورعاية احلامنا بشكل واقعي اكتر. هيبقى في فرصة ندي نظام جديد في حياتنا، ممكن يكون في وضع حلو علشان نخطط تخطيطات ملموسة مرضية في كل الأيام الجاية. هنضع حدود كتيرة، في قواعد كتير معقولة بالنسبة لينا، هتوفر لينا كتير من التحرر من القلق والفوضى في القمر اللي بيبقى بيصطدم بالمشتري حديثا في الفترة دي.